سلام، نهاركم زين، نهاركم طيب، عواشركم مبروكه ان شاء الله. الوغ اليوم جيتكم بعد جو بونس اون سيمين ما طليتش عليكم. الوغ قلت لكم ديما كي تعود عندي جوست حاجه مهمه نطل عليكم، ما كانش حاجه امبورطونت ولا انتريسونت ما كان لها نقلقكم ولا نهرجكم معايا، يا اما اون غوسيت يا اما معلومه يا اما سا ديبون. الوغ باش نقول لكم اليوم مولود مبارك ان شاء الله. البارح انا عملت الفطير، درك نحطه لكم، درتو فيت في هكاك بالزربه بركة، مش الفطير اللي درتو بالزربه، لا فيديو اللي عملتها بالزربه فيت في، باسكو لا غوسيت نتاع الفطير درتها لكم ديجا من قبل دو فوا جو كوا ولا جو سي با. المهم الوغ كان ان ايفينمون عندنا هنا في ليل، سيتي لا برادري انيوال نتاع ليل انيوال. الوغ شاك موا دو سبتمبر، لو بروميي ويكاند نتاع لو موا دو سبتمبر يعملوا لنا اون برادري في ليل. الوغ بكري سيتي ليل كامله مفرشه، دركا من الكوفيد وارواح وهذاك لو 15 2015 نقصوا شويه ما بقاتش بارتو، كاين في سيرتان كارتيي في سنتر فيل تاع ليل. الوغ لابغادري هادي راهم يجيوها من لوروب كامله، من لوروب كامله، واللي عنده حاجه في دار ولا لي زونتيكير هذوك اللي يبيعوا الحوايج القديمه ايتو يجيبوا ويبيعوهم. دونك سيتي سامدي اي ديمانش. الوغ صورت لكم لقطات بركة من لابغادري، ما حبيتش نصور حوايج ياسر، ما بيرسونيلمون ما شريتش منها حتى شيء ابار حوايج هكا دي جوي ولا وكي تشريو اعرفوا خير وعرفوا ما تشريوش نيمبورت كوا. فوالا المهم سا سي بيان باسي، لابغادري عدات على الكيف، زاد جا الحال مليح، دابيتود تصب النووي تو، مرة هادي غيان دي تو، إلا في تخي تخي بو الحمد لله. أيوا ورايا راني حاطة البخور تاع المولد. الوغ لا فيديو تاع اليوم راهي باش نطلع عليكم ونقول لكم ان شاء الله تكونوا لاباس ومرتاحين ومبروك مولدكم ان شاء الله العقبه للعوام الجايين. الوغ كان لي علقوا قالوا لي كي تعدلي روحك قبل ما تطلي وما نعرفوش هي، انا ما نحبش نعطيكم الصوره تخليكم تتشائموا، انا قبل ما نقابلكم كيما كا راني جو في لي فور باش، ودايوغ هادي راهي من طبعي، هادي انا راني كيما هكا ما نحبش نبين روحي للناس من بكري كي كنت نروح نقري ولا ما نحبش نروح وانا مبهدله وانا يبان عليا كي نعود حازنه ولا ما نحبش الحوايج هادي، نحب ليليف نتاعي كي ندخل لاكلاس نعطيه اونفي باش يتبعني في لاكلاس، ما نوريلوش صوره تاع تشاؤم ولا. فوالا هذه هي لو بوت نتاعي، انا راني كيما هكا. فوالا هذه للناس اللي علقت وقالوا لي عمرك وما نعرفوش، انا سمعت حكايه ياسر عليا مي جو مون فو. قلت لكم راكم ما تكونش حاجه فريمون تقيس، راهي الحوايج هذه التافهه راهي ما تقيسنيش اطلاقا اطلاقا، لازم فريمون حاجه اللي تقيسني في الصميم، سينو تاع يهضروا ولا يقولوا لي وعلى هذيك وهذيك وهكا وهذيك هكا، هذه سامي بيان ايغال، اي مش تدخل من وتخرج من، خاطر كنت تدخل من وتخرج من اي تخلي لا تراس الداخل في الخارجه هذيك الطريق، انا راهي تعدي هاك وتروح هاك، ميم با تقيسني الهضره هذيا، دونك سامي بيان ايغال. فوالا دونك هذا باش نقول لكم اذا جاءكم خبر من سافه ولا فتبينوا، ما نعرفش الحديث اكزاكتومون مي هذا هو. دونك واحد كي يطيح في الاخر ما يطيح فيكم ما تعطيوش قيمه، راه طيح فيكم خاطر راكم خير منه وما لقاش باش يقيسكم. فوالا ومالغري كي يطيح فيكم كي تعود شخصيتكم قويه ولا ومتاكدين من نفوسكم راي ما تقيسكمش الهضره نتاعو خلا، هذه النصيحه تاعي ليكم، وانا راني عمري ما حشمت بعمري السن نتاعي، راني عمري ما حشمت به، انا راني من مواليد الاستقلال واللي هي متى دوما راهو لانيفرسير نتاعي، راني من مواليد الاستقلال ونهارين دوما راني خالقه في لو موان سبتمبر راهو لانيفرسير نتاعي، عمري ما حشمت وعمري ما راح نحشم بعمري، بالعكس راهي ك
كيما قال لهم ان شونتور شارل ازنافور، الناس اللي تعرفوا شفتها الانترفيو، عيطوا له في النشره تاع لا دو جو كوا تاع فرانس 2. الوغ قالوا له واش بيك ما عملتيش هكا تاع، قال له انا، قالوا له وعلاه قبيله لا ماكياج قبل ما تدخل للبلاتو ما خليتيهاش تغطي لك هذوما التجاعيد؟ قال لها لا، قال لها لا ماكياج نتاع الاذاعه، قلت لها ما تغطيهم ليش، هذوما التجاعيد راني 82 سنه وانا نربي فيهم، فهمتوا 82 سنه قالها وانا قاعد نربي فيهم، ما تجيش انت دركا باش نبان في لاتيلي نروح نغطي التجاعيد نتاعي. انا ساعات نخرج لكم شعري من هنا فيه الشيب عادي، واش هو ما نحبش نخرج لكم وانا في صوره تاع تشاؤم، في صوره تاع وحده مريضه، في صوره دركا يعني مربي برجليه خاطر مشيت ياسر هنا ومالغري سا هاني واقفه معاكم، واش هو هاني مبين روحي كاني راني بيا. عمري ما نحشم بعمري، بالعكس بالعكس، راه كل نهار يفوت في عمري راني نتعلم فيه حاجه والحمد لله. المهم لا فيديو تاع اليوم راح نوري لكم فيها لو برودوي هذا ريكسونا. اني مانيش ندير لهم في لابوب ولا با دي تو، تعرفوني مانيش تاع الحوايج هذيا، انا جوست ونحترم الناس اللي يدير لابوب، انا ما نعملش. مي ساعات حبيبتي هذه كندير لها تاع لي روب سي بور فو با بور موا، جوست نوري لكم باللي هذا لو ستيك هذا راهو من تحت تدوروه يخرج لكم تخرج كريم، راهو رائع جدا جدا جدا، هذا راهو رائع جدا جدا. وكاينه نوتر ان ديودورا واحد اخرى الجيريان، نستنى برك يبعثوا لي لا فوتو تاعو ونوريه لكم، انا ما شريتوش ودوماج، مي نوريه لكم باش اللي راكم في البلاد ولا اللي هنا وهبطوا للبلاد يجيبوا الي توب. هذا راهو تقعدوا حتى 48 ساعه بلوس 3 ايام ما تجيكش في، ما تجيش فيكم الريحه نتاع العرق اطلاقا اطلاقا، راهو فريمون اكسيلون وماهوش دونجورو بور لا سانتي، ميم لو ديودوران اللي راح نوريه لكم كيف كيف. دونك هذا لو ريكسونا هذا سي ان ستيك كيما قلت لكم، ها هو ما مش نحب نخرج فيها اون كريم، تدهنوا رواحكم في المناطق اللي نعرقوا فيها منها هنا و تودو جيسكا 3 جور ما كانش الريحه نتاع العرق اذا ما تدوشتوش 3 ايام. فوالا الي دركا البخور تاعي وصاي فض، الوغ نقول لكم كملوا لا فيديو و جو سوي تري 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 كونتانت بالناس اللي ساندتني في اللي صرا لي هذاك، وان شاء الله نعمل لكم ان لايف ونقعدوا نحكيوا فيه. واللي قالوا لي وعلاه نحيتي لي فيديو، راني ما نخافش، انا راني نخاف غير من ربي سبحانه سي تو، ما نخاف من حتى واحد، حتى بشر ما نخاف منه، واحد ما راح يدير لي حاجه. واش هو لي حاجتين في نفسي يعقوب، انا كي نحيت لي فيديو ما همش خوف، راني نحيتهم هكاكا، عندي حاجه اللي خلاتني نحيها وممكن يجي نهار ونرجعهم. درك في المومون هذا جو با نرجعهم باسكو ونشكر الناس اللي ساندتني ووقفت معايا ودافعوا عليا وكلش، انا راني كنت صريحه وما كذبتش وما زدت حتى حاجه من عندي. كاين ناس كيما الفقيرات وكلش عيطوا وهضروا، انا ما هضروش معايا بس ما عندهمش النيميرو تاعي، عيطوا لاختي هضروا معاها ايتو وطلبوا السماح، انا نقول لهم بارك الله فيكم، كل مؤمن خطا وخير الخطاؤون التوابون. اللي يستعرف بالليغور نتاعو كي يغلط ويستعرف بالغلطه تاعو راهي من حسن التربيه تاعو، سافو دير راهو متربي. الفقيره اللي قالت ماماها ماتت، اللي جات هضرت معايا وقالت لي الهضره هذيك، ماماها قالت لي اختي باللي ماتت، نقولها الله يرحمها وينعمها، و جو سوي سانسيرمون ديزولي بور تا مامون.
هذاك الفقيرات ياسين نقول له انا كي جبتك راني كنت مقتنعه بك وراني قلت باللي راك زهيتي العرس تاع بنتي، راك زهيتيه فريمون العرس هذاك حاجه انا كي هدرت هكاك راني خاطر طفح الكيل طفح الكيل. ان شاء الله هنا نحل لايف ونحكيو فيه وشن هو كاين حوايج ما نقدرش نهضر فيهم بور لو مومون. الوغ طفح الكيل، الناس كانت تنهب فيا من كل بلاصه، من كل بلاصه ينهبوا فيا. العرس هذاك راني عقبته كانه ناس محرشين، خاطر زوجت بنتي الاولى انا ما صراتليش الحوايج هذيا، قالوا لي استري وما نعرف، انا ما هدرتش نعت دي فيديو تاع العقد نتاع بنتي، بصح ما قلتش راني رايحه نديرو في الصاله الفلانيه النهار الفلاني وجايبه فلان وفلانه وفلانه، ما هدرت حتى حاجه، ما نعتش حتى لي بريباراتيف نتاع العرس، ما هدرت على والو. دونك اللي صرالي راهو خليه بين قوسين، نخليه اونتر بارونتيز سي ميو. فوالا الوغ الفقيرات نقول لهم يعطيكم الصحة، أنا كي هدرت هكاك راني خاطر وصلت لي اللهن، وصلت لي فغيمون اللهن فغيمون، لقيت الناس تنهب فيا غير هات 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 هات، بصح باش خدموا لي حاجة مليحة قلال لي خدموا لي حاجة مليحة. فوالا جيتي فغيمون ديسو أبار الفقيرات نو، نقولكم راكم غنيتو وزهيتو عرس بنتي، هذه راني هدرتها مالغري هدرت واش صرا من بعد، مي راني استعرفت في لا فيديو اللي حطيتها بلي راكم زهيتوا العرس نتاع بنتي والحمد لله. جو فو كونساي الفقيرات هادو من تاع ياسين وهكا، جو فو لي كونساي. انا دابيتود حنا نجيبو رشيد، رشيد كان تلميذ عندنا في السيوام اكبر ولينا امام دارنا، ما نخموش احنا ديريكت رشيد. المره هذه كان كادو الفقيرات، كادو ما نقدرش نيمبوزي عليهم واحد اخر انا. المهم نخليكم على سويت انت على فيديو ان شاء الله تعجبكم، الى قدرت نحل معكم ان لايف ان شاء الله ونقعدوا نحكيوا شنو هو، ما نقعدوش نخربشوا ياسر، نحكيوا في حوايج مهمه ومفيده. فوالا علي مره اخرى نقول لكم مولود مبارك العقوبه للعام الجاي ان شاء الله، و اتو سويت مع لا سويت انت على فيديو انتنا. كما شفتوا قبيله نعدت لكم هذاك الجو اللي كانوا عاملينه في لابغادري، كما قلت لكم هذه لابغادري راهم يعملوها مره في العام في البروميير ويكاند نتاع لو سبتمبر، نورمالمون سيتي لو ويكاند اللي فات بصح داروها الويكاند هذا وخروها بسمانه باسكو كانت حاجه اللي خلاتهم يوخروها. فوالا ما ندخلوش في السياسه احنا. المهم الاجواء نتاع لابغادغي تاع الليل هادي راهم يجيوها من فرنسا كامله ومن لوروب كامله، يجيوها دو بارتو. نعدت لكم جوست لقطات بركه، ما حبيتش نصور كلش. المهم انا راني في 3 جور دركا ما خرجتش على جال المشي اللي مشيته كل قاعده نخلص فيه دركا. فوالا المهم عداو نهارين فريمون على الكيف، واللي يقول بغادغي دليل يقول بول فخيت. دونك نهار لابغادغي راهم يديروا مسابقه تاع شكون اللي باع لي مول اكثر في ليل. دونك لي ريستوران هادوكا راهم يطيبوا لي مول معاهم لي فخيت وشكون اللي باع اكثر. المهم عدت كما قلت لكم نهارين عداو على الكيف، هذا واش فطرنا حنا.
ولا تغدينا نهار نهار الاول تاع لابغادري سيتادير سامدي. البارح الحد ما قدرتش نخرج خلا. الوغ هذاك اللي تشوفوا فيه ستيلو تاع بنت بنتي كانت عندي لهنا نهار اللي بليت الفطير هذا بديت نديرو وانا لافين تاع درتو بالجمعه في العشيه. الوغ بنت بنتي كانت هنا كانت مريضه دونك من ليكول جبناها وقعدت عندي لهنا باش انا ننسيها ونديرها. حكمت هزت ستيلو بدات تكتب لي في يدي قاعده تخربش تقول لي يعني نكتب في اسمي. جيت راح نمسح انا ولا نغسل يدي ما عجبهاش الحال وزادت عاودت كتبت لي. دونك انا خليتها حتى نروحت باش غسلت يدي على سعدي. فوالا هذا هو. الوغ بليت الفطير كيما شفتوا انا درت لكم ديجا لا ريسيت نتاعو جوست باش نوريلكم ابوبري. المهم تحبوا ديروا فطير وينجح لكم راكم لازم ديروا بسميد الارطب خلاص. انا الفطير اللي حطوا فيه الفرينه داكور ممكن جوست باش يعطينا هذاك العلك باش يتطوعنا، مي هي الوصفه الاصليه لا فغي ريسيت نتاع الفطير ولا الملاوي راهي تتعمل بسميد. الوغ بعد ما اللي هما كيما انا ما يقدروش يعجنوا ياسر تقدروا تحطوه في ساشي مدة ساعتين ثلاثة ربعة على قد ما تقدروا. كي ترجعوا باش تجبدوه تلقاوه محسوب معجون تلقاوه طري على كيف. فوالا هذه اللي ما يقدروش يعجنوا كيما انا ما حبيتش نديرو في الـ في الـ في البيتران درتو بيدي على جعلكم. الوغ لهنا قاعدة نطيب فيه في لاكريبيير. كاين ناس ياسر 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 ولاو يديروا كيما انا يطيبوا الفطير في لاكريبيير يديروا الورق تاع البوراك في لاكريبيير وهلما جرى. المهم نعيطوا لهاد اللقطه دي نعيطوا لها حنا البرنوس. دونك نطيبوا الليمون نطيبوا عجيها ونزيد نقلبوا ونزيد ندوروا بلوتو ونطيبوا على الجهه الاخرى. لهنا ندير في لاصوص تحبوا تشوفوها انا ندير. شوفوا الحوايج هذه راني نديرها انا بسمن لي بات ولا نطيبهم جو بريفير بسمن. الفطير راهو يحب البصل ياسر كثروا من البصل. هنا راني عملت ثلاثه بصلات انا متوسطين فلفل اكحل شويه فلفل احمر ملح ما نكثرش انا الملح. بون حطيت اكسيبسيونيلمون بصفه استثنائيه على جال باسكو كلهم رايحين ياكلوا منه الفطير هذا. سينو كون جينا عادي راني ما نحطش الملح خلاص. بعد ما طاب سقينا وكما تعرفوني سي تري 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 غار ونحط الطابله انا نوري لكم. فوالا احتراما الناس كاين ناس ما عندهاش كاين سا ديبو دونك سي تري غار ونحط انا. وصلنا لا فان نتاع لا فيديو نتاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو هذه وتمتعتوا بالقعيده الصغيره معايا انا. نقول لكم اتبقوا على خير وسورتو سورتو اتهلاو في رواحكم وفي الامان.